السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، هذه المحاضرة الأخرى عن في التشريح. Today talk about the skull bone structures, blood vessels, sutures, blood vessels and nerve, central nerve system and also the joint and type of joints. هذه أهداف المحاضرة. ولذلك راح نروح مباشرة نتكلم على الأناتومي of skull. السكال معناتها الجمجمة، عظام الجمجمة. فراح نعطي الأجزاء المهمة بعظام الجمجمة، يعني هو عظام كبيرة جدا، وراح تعلمونها مثل ما هي موجودة عندنا. يقول عظام الجمجمة: The human skull is generally consists of 22 bones، يعني 22 عظم. 8 bone cranial، ثمان عظام هي تعتبر عظام القحف، 8 22 8، والعظام الأخرى 14 bones اللي يسمونها facial skeletons bones، عظام الوجه، يعني الجمجمة يتكون ياها الوجه، facial وجه. okay. من المعروف انه احنا الجمجمه عاد ما اتكلم ايش تحتوي، يعني ذا سكال از بون ستراكشر، عباره عن تركيب عظمي، سبورت ذا فيس اند فورم ذا بروتكشن اوف ذا كافيتيز. شو موجود بالكافيتي؟ البرين. واضح، يتكون من البرين، يعني تحافظ على تركيبه الوجه وتحافظ الجمجمه بها فراغ. راح تشوفونها بالعملي اللي هي في داخلها تجويف، هذا التجويف موجود بها الدماغ، البرين. واضح، وهذا هي راح تكون عظام الجمجمة. راح تلاحظونها مو عظم واحد، عبارة عن عدة عظام متصلة مع بعضها، يسمونها التركيبة يسمونها سويتشر. السويتشر كأنما متخيط خيط، هسه تشوفونه، وذلك ماكو حد فاصل، سيكل سارة بشكل مثل الخراطة، ماكو هاي السحابة، يسمونه سويتشرز، خياطه يعني. نوع الانواع المفصل هنا يسمونه فيبريوس جوينت، يعني المفصل ليفاني او ليفي. تمام، احنا عدد مفاصل، وهذا يتكون من الطفل الى مرحله الى يستمر. واضح، ولذلك نقدر هنا bones of the skull can be divided into groups، يعني ممكن الى الكرانيال، القحاف اللي هي ممكن تقسم منطقه تتقسم القحاف، الكرانيوم كرانيال، تتكون احيانا يسمونها سكال كاب، يعني قبعه الراس او قبعه عظم القحاف، ولذلك يسمونها كليفيريوم. والثانية يسمونها كرانيال بيزا، قاعدة القحاف. واضح؟ طيب، اللي هي تكون الرأس. نجي على الكرانيوم. الكرانيوم أحيانا يسمونها نيرو كرانيوم. نيرو عصب، يعني عصبي، يعني لها علاقة بالدماغ. واضح؟ لها علاقة بالدماغ. لذلك هاش تكون الجزء الرئيسي من الجمجمة. Okay, form the superior aspect of the skull. It is close to the protection of the brain. ما قلنا البرين وال المنينجيز، يعني الأخية السحائية، cerebral vascular، المدى الدموي العصبي. واضح؟ تشريحيا هنا the cranium can be divided، الكرانيوم ممكن نقسمه الى الروف، السطح، والبيز، القاعده. مو قلنا هي جزء الخارج، تقدر تمسكوها الان انتم، بس القاعده ما نقدر نتكلم، موجوده بقاعده الداخل. واضح، ولذلك هنا ايضا الروف بامكانه ان يقول يسمى هنا نو از كليريديم اند بيز. الكليريديم كومبوزد اوف ذا، تتكون من عدة عظام، اللي هي الفرونتال
وانا الفرونتر رقم واحد. شنو الفرونتر؟ الجبهه، امسكوها، هاي منطقه الجبهه، تقدر تخلي ايدك كلها على الجبهه فرونتر. الاوكسيبيتال اللي هي تقدر اخر شيء، اخر نهايه الجمجمه. يلا مشي ايديكم على الرقبه واصعدوا فوق. هذه الاوكسيبيتال رقم واحد ايضا، مو هو رقم واحد، عظمه واحده، هي عظمه بها عظمه واحده. هسه عندنا الفرونتال جبهه عظمه واحده، والاوكسيبيتال ايضا بها عظمه واحده. وعندنا تو بارايتال بونز. البارايتال بونز اللي هي العظام الجانبيه، هاي تقدر فوق يعني من الجمجمه اكو عندنا اثنين مقسمه، هاي بارايتال اللي هي لونها ازرق، هاي اللي بها عظمتين يمين ويسار. واضح هسه؟ فرونتال عظمه واحده، اوكسيبيتال عظمه واحده، وعندنا البارايتال عظمتين. واضح؟ هذه المتابعه الكلينيفيم. نيجي للبيز، الكرانيال بيز، القاعده مالته تتكون من، يقول تتكون هنا من ست عظام. واضح؟ ست عظام تتكون، قسم منها مشتركه مع الكرانيوم اللي هي تستمر وياها. يعني لما نقول فرونتال يقول فرونتال، تمام، الفرونتال متصله بالقاعده. ويقول هنا فرونتال سفينويد، وين هي السفينويد؟ هاي السفينويد، السفينويد بالضبط احنا نقول عليها منطقه الصدغ. إثيمويد، الإثيمويد داخل العين، هاي بيها. طبعا الاسفينويد ايضا عظمه واحده، يعني عظمه متصله، احنا نشوفها من يمين ويسار لكن هي عظمه واحده متصله قاعده ورا العين، ورا العين ورا الانف. واضح؟ هاي اسفينويد. وعندنا الاثيمويد ايضا عظمه واحده اللي هي ايضا ورا الانف، تمام. الاوكسيبيتال اللي هو نعرفه احنا، هذا القاعده الموجوده. وعندنا البارايتال اند تيمبورال بونز، البارايتال هذا البارايتالز موجوده، والتيمبورز طبعا هذا الجزء، نتكلم عن الجزء الداخلي اللي تتكون قاعده الراس. والتيمبورال بونز، التيمبورال بونز اللي هي عندنا عظمتين، واضح، يمين ويسار. اوكي، هذه هي موجوده بالنسبه لعظام الجمجمه. The bones are important، يعني الأهمية، يقول إن البونز هذا مهم جدا حتى يحمي منطقة الرأس. These bones are important as they can provide an articular bones within the first cervical vertebra. يعني هذا كله يتجمع وراح يصير مهم جدا، وإلها علاقة بالتمصل مع الفقرة العنقية الأولى، سميناها الأطلس. إضافة إلى المن يحمل، يحمل الفك، اوكي، مانديبل جو، وخاصه ان انا طبعا مانديبل الفك السفلي، هو الفكين يعني اللي يكون الراس، يكون الوجه، الفيشة. اوكي، نيجي على الجزء الثاني، هو الـ 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 الوجه، عظام الوجه. شنو بعظام الوجه؟ The facial skeleton also known as a يسمونه فيزيرو، فيزيرو كرانيوم، كرانيوم قحافي الاحشائي، منطقه تعتبر احشائيه. يعني شنو بها؟ بها المناطق السمعيه والعين واللسان وغايف اللي يسمونه احشاء. سبورت ذا سوفت تيشو اوف ذا فيس، واضح؟ وهذا سبورت ذا سوفت تيشو اوف ذا فيس، واضح؟ ولذلك ايش عندنا هنا؟ تكون، يقول يتكون من المنطقة الوجه، تتكون هنا the face، تكون it consists of 14 individual bones، تكون من 14 عظم. If, which if used، لكن كلها ملتحمة. فشو تكون؟ تكون house، the house of orbit. orbit معنات حجرة العين او القمر، عند القمر يسمونه orbit، حجرة العين. يعني هاي منطقة العين، يتكون من حجرة العين، النيزل، الأف، الأورال كافيتي، الفم،
as well as the sinuses الجيوغرافية. Okay, the frontal bones typically is a bone of the clavary هاي خدناها is sometimes included the part of the fish the skeleton the frontal مو قلنا هاي الفرونتال الواحد ايضا واصل من جهة الرأس المنطقة الفم. اوكي الفيشال بون شنو بي راح نعدتها هسه ان انا هاي موجودة اللي هي هاي الملونة عدا الابيض. الابيض جزء من عدها همين يسمونه الفيشال بونز ار زيجوماتيك تشو وانا زيجو عندنا عظمتين نروح ندور الزيجو هاي المنطقة اللي احنا نسميها مثل الوجنات عندنا تحت العين واصل الى جزء من المحجر العين يتكون التشيك الخد bones of face هذا تتموضع مع الارتيكل وذا فرونتال سفينويد تشيمبرال اند ماكسيلاري بون شفت هاي تتموضع مع العظام الاخرى لاكريمال بون لاكريمال معناتها الدمع لاكريميشن دمع روح على لاكريمال وين لاكريمال 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 بون لاكريمال بون تشوفونها هاي منطقة صغيرة صير مكان الدمع نزول الدمع أيضا عندنا عظمتين صغيرتين لاكريمال هاي عظمتين small bone of the face they are part of the medial wall of the orbit nasal nasal عندنا two where is the nasal هذه امسكوا أعلى عظمة الأعلى تحت الحاجب عظمة الأف اللي قبل بعد بعد الغضروف هذا اللي يتحرك two cylinder هاي موجودة هنا two cylinder bones located at the bridge of يعني في bridge يعني الجسر كون جسر عندنا العظمة الأخرى يسمونها inferior nasal conchae اللي هي هذه أيضا عظمتين اللي هي أمام أو خلف العظمة خلف المخر وينها الكونشي اللي هي هاي عظمة صغيرة جدا تكون بالداخل هذه تكون بالداخل عظمتين صغيرتين located within the nasal cavity ما نقدر نشوفها bones increase the surface of يعني هذه المنطقة تفتح حتى تفتح تساعد على فتح المخر عندنا هاي أيضا عظمتين عظمتين الأخرى يسمونها بلاتين بونز واللي هي ايضا بها عظمتين وهي البلاتين هاي البلاتين بونز في الداخل هذه بعد الغضروف عندنا الغضروف اكو جواها عظمتين واللي تكون جزء من الاورال كافيتي ماكسيلا اوردر وي هاف تو بونز ماكسيلا وين الماكسيلا هاي كبيره هاي يعني تقدر تنزل من العين انزل للاسنان الاسنان العلويه ماكسيلا يسمونها تو بونز يمين ويسار يلا انزلوا من الأنف من العين تحت العين انزلوا إلى الأسنان يسمونها ماكسيلا كومبوست أو بارت أوف أبر جو أو الأبر جو والهارت بالت الهارت بالت يا الهارت 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 يسمونه هارت بالت يلا صعدوا أسنانكم الآن على الأسنان لسانكم على الأسنان العلوية ورجعوها إلى الخلف رجعوها بعد تلقوا منطقة سوفت رجح الأخير هذا المنطقة اللي هي بالأسنان هذه بعد الأسنان حادة هاي يسمونها تكون محززة يسمونها hard palate أكو hard أو soft طيب فومير وين هالفومير الفومير أيضا عندنا هذه في منطقة صغيرة جدا هذه اللي بداية الأنف موجودة هذه اللي هي هذا وحدة بس form the posterior aspect of the nasal لكن هذا تكون بين بالداخل ما مو هاي مو الغضروف جو هذا بيها يسمونه فومير وعندنا الجي الاخر يسمونه مانديبل المانديبل اللي هو جو بونز اللي هو الفك الاسفل وين المانديبل هذا المانديبل اللي عظمه واحده اللي يكون عظمه الفك السفلي هاي هي تمام هاي واضح المانديبل طيب جينا على المفاصل هنا ما يسوونها جوينت يسمونها سويتشرز بالسكال خذوا بالكم يعني السويتشرز معناته الخياطة أو الغرز
ليش؟ لانه هاي مفاصل بشكل غرز، ولذلك يشوفونها كانما متخيطه. عظم الجمجمه هي مو عظمه واحده، من عده عظمات موجوده، تمام؟ عده عظام موجوده، ولذلك يسمونها السويتشرز. واضح؟ هاي السويتشرز الموجوده اوف سكالز. اللي قال سويتشر ار تايب اوف ذا نوع من انواع الفيبروس جوينت، هو نوع من انواع الفيبروس جوينت، المفاصل الليثيه. Are unique to the skull. يعني هي تكون بشكل ترتب، يعني توحد الجمجمة، تثبتها، اللي هي ما متحركة. They are immobile and fuse completely. غير متحركة وملتحمة مع بعض. واضح؟ Switchers. طبعا هذا حقيقة الجراحين يستخدمونها. Switchers are fish. are clinically important. جراحين يفيدوها. وين يفيدونا ايضا؟ تفيدنا هذه موجوده، تشوفون النقطه الحمراء، هاي النقطه الحمراء الاطفال بعمرهم من يوم واحد او من الطفل يولد الى تقريبا 3 شهور تكون مفتوحه، تمام؟ يسمونها هاي المنطقه عباره عن غشاء بالطفل، وذلك تسمونها الان اسمها لي خاصه البنات، اسالي امكم شو يسمونها هذني، تمام؟ بها فتحتين، فتحة في منتصف الرأس، منطقة خالية رقيقة، وفنطقة بآخر بالآخر والأوكسيبيتالز، هاي موجودة. هذه تفيد بعملية الولادة حتى رأس الجنين يصير طولي ويعبر من قناة الولادة الطبيعية. أوكي؟ فلذلك هسه جينا على الخياطة. هاي الخياطة عندنا حقيقة عندنا 2 3 5 خمس خياطات، اللي هي يسمونها كراون سويتشرز، الخياطات التاجية. هاي منطقة التاج بالضبط، كأنما شايف البنات من يلبس التاج على رأس الشكل، هاي الخياطة كراون سويتشرز، عندنا يمين ويسار. السجيتال اللي هو السهمي أو هذا هو اللي يصير بالوسط، السجيتال سويتشرز. وعندنا نوع آخر اثنين، عندنا لامبويدد سويتشرز اللي هي بالأخير صغيرة، هاي موجودة لامبويدد موجودة بالأخير، واضح؟ هاي الموجودة عندنا، ولذلك نجي هنا هسه هنا هاي تفصل، لأنه حتى أحيانا بالجرح نقدر نشيلها، هاي القطعة نشيلها كاملة، شيلوها وروحون يفحصوا يسوون الدمام. هسه راح نجي على هاي المنطقة، هاي المنطقة شو يسمونها؟ المنطقة هاي يلا سألتمها أمكم، يسمونها اليخفوخ، تمام؟ هاي المنطقة اللي هي حقيقة اللي هي يسمونها الممبرينس جاب، الفراغ الموجود بها، اللي يسمونها فونتينلز يعني اليخفوخ. هاي منطقة مفتوحة مثل ما قلنا عليها اثنين، واحدة موجودة بالأمام يسمونها الأمامية فرونتال فورتينال، والثانية الأوكسيبيتال فورتينال، هذه الموجودة بالخلف اللي هي تساعد، موجودة فيهن اللي هي تساعد الجنين. وأخذوا وعرفوا الحدود مالتها، الفورتينال بين الكراون ليفت أند رايت سيرجري أو سيوتشرز أو بين السيجيتال. أما الأوكسيبيتالز اللي فورتينال اللي هي بين لامبويدد سيرش لامبويدد لامبويدد سويتشرز يمين ويسار، إضافة إلى نهاية السويتشرينج. واضح؟ طيب هذا بشكل مختصر. جينا على المدد العصبي. المدد العصبي راح نعطيكم إياها أيضا بالسنترال نيرف سيستم، عددا هو المدد العصبي يجي من الكرينيال القحاف. اوكي، اللي هي هذا العصب يطلع من يسمونها هذه الانفرا تمبورال فوسا، يا الانفرا فوسا روح على الصدغ، روح على الصدغ ودفعوه، تلقون اكو منطقه فارغه، هي هاي يسمونها انفرا تمبورال فوسا. انت تتكلمون هسه، شوفوا خلوا اضغطوا عليها وعضوا اسنانكم، عضوا اسنانكم، اضغطوا عليها بالصدغ، اضغطوا عليها ضغطة قوية، عضوا اسنانكم قوي، شو تتحرك، هاي يسمونها الفوسة، اثنين يمين يسار فوم،
يسمونها important passage of the number of the nerve. منين يطلع؟ يطلع من الكرانيال، من القحاف. واضح هذه؟ هاي موجودة، اللي هي منها الماندبل، النيرف الفكي، اللي هذا برانشز يجي منين؟ يجي من التراجمينال، العصب الثلاثي، يسمونه كرانيال نيرف، CNV، كرانيال نيرف نمبرز V. V هو الخامس، V هو خمسة بالأرقام اللاتينية. وهذا راح يدخل الفوسة وبعدين راح يخرج الفوريمان فوسة، وراح يعطي عدة فروع، الموتور سنسرز هاي موجودة. واضح هذه؟ السنسر والموتورز، الروت المنطقة العين، يروح منطقة المندبل، منطقة الوجه، يبروفايد سم اوف ذا فيس، يعني تقريبا يغطي المنطقة، المنطقة المنطقة الوجه كلها. هذا احيانا ينضرب، شايفه عندنا في يقولون مضرب شرجي، يعني واحد يتمرض يكون فمه معوج وعينه ما تنسد يعني، ومفتوح دائما، تمام. هذه ولذلك هذه ينصاب بها. طيب شنو بعد عندي هنا؟ عندنا نوع اخر بالعصب يسمونه، هاي يسمونه كوردا تمبوني، كورد او تشوردا تمبوني، البرانش اوف فيشر نيرف اللي العصب الوجهي، السي ان في 5 6 7 7. واضح هذا الاعصاب السبع. هذا ايضا يروح بالنسبه للمنطقه الاناتومي كروس لينجوال نيرف، اللي لساني لمنطقه اللسان، ويروح يغطي تقريبا ثلث اللسان لينجوال. واضح هذا الموجود هنا نبيه. وعندنا هذا الموجود اكثر الاعصاب الموجوده اللي بيها راح تشوفونها. المدد الدموي اللي يحصل يسمونه فاسكولار سيستمز، اللي موجوده هي هنا ايضا، اللي هو ايضا يطلع من هاي الفوسه، هاي قلت لكم عض اسنانكم بها، اللي يسمونها انفرا تمبورال فوسه، كونتين سيفرال فاسكولار ستراكشر، يطلع من عندها. اللي ايش عندنا هي نفس الاسماء، هي تقريبا سميناها ماكسيلاري ارتري، ماكسيلاري فكيه. واضح الارتري، وهذا راح يطلع مضر. منين يجي؟ يجي من الكاروتيد ارتري، اكستيرنال كاروتيد ارتري، وراح يروح على المنطقه ويغذي المنطقه الوجه كلها. واضح؟ وممكن يروح على يغذي الاغشيه الساحائيه اللي تحيط بالدماغ. طيب واضح؟ يعني ملوت لكم اياها الان هي هذه. وعندنا بيتريجويد فينيوس نيرف، هذا بلاكسز نيرف فينيوس سو بلاكس دران، اللي هذا ايضا المرافقه لها الفين، حنطلع ارتري ونطلع الفينز، يسمونها بلاكسز لان هي مجموعه تجي من الدماغ من العين مباشرتين، تروح على الكافينس، تروح على الكافينس ساينسز، يعني الكهوف الجيوب الانفيه يسمونها الكافينس. اوكي هاي موجوده عندنا. وعندنا الماكسيلاري فينز ايضا، ومان هذا ميديال اور ميديال مينجيال فين السحائيه. اوكي هذه ما موجود بالنسبه للعظام الجمجمه. نجي أنواع العظام حتى نأخذها إحنا والمفاصل، وهذا بشكل مختصرة. عندنا الجوينت، عدة أنواع من الجوينت أخذناها، أنتم شفناهم، اللي يسمونها أيضا الجوينت، المفاصل يسمونها أرتيكولر، أيضا يسمونها نوع آخر المفاصل. وهاي المفاصل عادة تكون بالكل دائما، دائما مو عادة، وإنما تكون هي بين عظام، أما عظمتين أو أكثر، أكو مفصل بين عظام عظمتين وبيفصل أكثر من ثلاث عظام. هذه ممكن نقسمها العظام ستراكشر، تقسم إلى عظامها أما ستراكشرال أو فاكشنال، أما بتركيب تقسم حسب التركيب أو حسب التصنيف الوظيفي مالتها. واضح ستراكشرال أند فاكشنال، تركيبي ووظيفي. نجي على التركيب، على الستراكشر، من تتكون ستراكشر كلاسيفيكيشن اوف ذا جوينت ستراكشر، يعني من تتكون هذا المفصل، اي مفصل عندنا بجسمنا يتكون منين. احنا تونا تكلمنا على الجمجمه اللي هو يتكون من فيبرانوس كونكتيشو او كارتريج، اما
مفصل نسيجي ليفاني او غضروفي، واضح؟ تمام. وذلك different surface divided into the joint structures. تركيب عندنا ذلك يتكون fibrinous joint، المفصل الليفاني او الليفي، هذا يفصل عظمتين، يفصل اكثر من عظم. تشوفون هذا عندنا مفصل، هذا اللي بالجمجمه ليفي، تشوفون كم عظمه بيه؟ ثلاثه، واضح؟ joint fibrinous by the fibrous connective tissue. الكارتليج اللي وين موجود؟ بهايلين كارتريج او احيانا فايبرو كارتليج، هذا يفصل المفاصل اللي عندنا. اي مفصل عندك الان حركه، حركه المفصل اللي بي جوينت، الهيب جوينت، الريست، هذا كله مفصل، هذا كلها غضروفيه، واضح؟ واللي عاده الغضروفيه ايش بيها؟ تتميز بوجود غائط تجويف، وهذا التجويف سائل، وهذا السائل شو يسمونه؟ هذا السائل، ولذلك صنفوها تصنيف اخر يسمونها سينوفيال جوينت، سينوفيال المفاصل اللي سينوفيال، ما اعرف شنو بالعربي، زلاليه اعتقد بها، مفاصل بها سوائل. تمام، هاي عندنا سوائل، لذلك هسه بامكانكم تقطعوا اصابعكم، تقطعوا اصابعكم تسمعوا الصوت، هذا بها سائل، هذا السائل بفقاعه، ولذلك الطقطق، هاي يسمونها مفاصل زلاليه. اوكي، مفاصل زلاليه هذه بها، لكن تشترك يا من، تشترك هذه بها كبسول، تشترك مع عظام، مع الكارترج، هي بها مفاصل مع الكارترج. هذا النوع التركيبي. نجي النوع الاخر، التصنيف الاخر، الفاكشنال. فاكشنال شنو بها؟ متحرك وغير متحرك. اكو مفاصل تتحرك، صح؟ حركوا اصابعكم، هاي متحركه. هيب جوينت، الالبو جوينت، الريست تتحرك، هاي خلاص. فانكشنال سيفيكيشن اوف ذا اماونت اوف موبيليتي، التحرك بتوين ذا جوينت. لذلك راح نقسمها متحركه وغير متحركه، واحيانا ثابته يسمونها. تمام، ذا ستراكشر اند اوف كلاسيفيكيشن اوف ذا بون. هنا هذا ليش نعاد عندي؟ يعني هذا ستراكشر، هذا شوية العدد عندنا هنا ستراكشر بون فيبرس. على كل حال، لا هذه بها قال لك اضافه بها يا سنوفيال. نجي على الفاكشنال جوينت. هنا هاي الفاكشنال جوينت شوية اسمائها معقده، يسمونها هنا واحد، اول ما حد يسمونه سنو ارثرو ارثروسيس، هذه منها يسمونها اموبايل. هاي المفاصل وين موجوده؟ هاي سنو سينو ارثريوسيس موجوده بالجمجمه، ما تتحرك، ماكو واحد يقدر يحرك الجمجمه مالته، عظام الجمجمه مالته غير ثابته متحركه، واضح؟ وهذا اللي ممكن هذا اللي تحافظ على الدماغ. الجويد الاو ليميتد موفمنت از، اكو بعض الاحيان مفاصل لها حركه محدوده، يسمونها انفي ارثروسيس. طيب وين موجوده؟ قفص الصدر. يلا هسه تنفسوا، تحسون قفص الصدر يتحرك؟ تحسونه؟ هاي القفص، هذه يسمونها متحدده الحركه، ليميتد موفمنت، او الحركه محدوده. تمام، لذلك عندنا ثابته تقريبا، ما متحركه بالجمجمه، حركه محدوده اللي هي بالقفص الصدري، تحركوها. تمام، ونجي على الاخرى اللي هي حركه مطلقه، كل المفاصل الكارتليج اللي تكلمنا عليها حركه مطلقه، حركوا ايديكم، حركوا مفاصلكم، واضح؟ هذه ممكن. تمام، هذه طيب، هذه الانواع الحركه، الانواع الوظيفيه. عندنا تصنيف العظام حسب الستراكشر، الشكل مالها، هذا اللي يعني عنوان هذا بون اند شيب، شو انواع العظام؟ يعني عندنا عظام طويله، صح؟ جسم، اللي يقول الجسم يتكون تقريبا من 206 عظم. هاي العظم بها صغيره وبها كبيره وبها مسطحه وبها حاده وبها اسطوانيه الشكل حسب شكلها، ولذلك هنا بون ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذير شيب، واضح؟ هاي البون عظام طويله، يلا هاي انتم تجاوبون عليها. عظام هي عظام
the long bone, one of the cylindrical in shape, يعني بشكل cylinder. وين موجودة عظام؟ هاي العظام الساق الأي اليدي موجودة. humerus, ulna, radius, هذه كلها عظام طويلة. الأصابع short bone. عندنا العظام القصيرة. وين موجودة العظام القصيرة؟ مو بالسلاميات. العظام القصيرة الموجودة اللي بالرسغ، أوكي، اللي هي ميتاتارسل والتارسل بونز، هذه عظام صغيرة يسمونها، تمام، اللي هي عظمة تكون كيوبيك بشكل مربع، يقول كيوبيك لايك شيبس بيجن وذ بروكسيميتلي، اللي هو تقريبا طولها يساوي عرضها يساوي ذخنها متساوية، تمام. وين موجودة بالرسغ؟ الريست، تارسل، ميتاتارسل، تمام. وأيضا تكون محددة الحركة، العظام الطويلة يعني هذا تكون محددة الحركة لأن عدة جوانب. عندنا عظام أخرى يسمونها الفلات، الفلات اللي هي المسطحة، هذه موجودة عادة. هاي وين تكون؟ تكون thin وتكون يعني رقيقة وتكون كيرف يعني مقوسة. هاي وين موجودة؟ بالجمجمة، وموجودة أحيانا بعظام الحوض، السكال بونز، سكابيولا، تمام، تكون بشكل مسطحة، تمام. هاي موجودة البون بريس بون، احيانا العظام الصدر ايضا اللي هو الربس الاضلاع، تمام. طيب عندنا عظام اخرى يسمونها irregular، الغير المنتظمه. ان irregular bones tend to have more complex shape، يعني العظام هي مجموعه غير منتظمه، واحده ما تشبه واحده، وهذا بها مثال واحد، عظام العمود الفقري. فقرة، ماكو فقرة تشبه فقرة، تمام، إلها عدة سباين، عدة articles مختلفة، واضح. هذا ممكن تصنف على شكل are classified as irregular bones، عظام الغير منتظمة. عندنا النوع الأخير الموجود، عندنا عظام يسمونه سيسيمويد. السيسيمويد، السيسيمويد يا سمسم، العظام السمسمانية، وهاي عظام صغيرة جدا موجودة. ذكر قلنا لكم بالرسغ، مو العظام الكبيرة الغير منتظمة، تمام، أو العظام هاي الشورت، عظام صغيرة جدا، هاي موجودة بالأوتار حتى ترتب الوتر، يسمونه سي، حتى سيسم سيد، حبات السمسم، هاي صغيرة أحيانا ما تشاف، تمام، هذه سيسمويد أحيانا ما تشاف، صغيرة يعني عظام سمسم، هاي موجودة بالكاف، باليد، بالني جوينت، تمام، هاي تمام. خلينا نجي على شنو هو العظم. شنو هو العظم؟ يتركب من المادة العظمية الموجودة اللي هي كالسيوم فوسفور، تمام، هاي العظم كالسيوم فوسفور. الشكل الخارجي، الرأس، العظام الطويلة تحتوي على الكارتليج، قلناها هاي، تمام. العظام الطويلة شبيهة مجوفة، تمام، شبيهة مجوفة، بيها نخاع العظم، بون ميرو، تمام. شلون البون ميرو بالعظام الطويلة؟ العظام الطويلة البون ميرو اللي بيها يسمونه اليلو بون ميرو الأصفر. ولذلك خلينا نجي العظام، شو قسم العظام؟ العظام كنت تتقسم إلى قسمين، كومباكت الصلدة والسبونجي أسفنجية، واضح؟ الطويلة والسفنجية. الطويلة تعرفونها أنتم، العظام الطويلة أخذناها بعد ما نقدر، عبارة عن تركيب سلندر، عظام طويلة شكلها سلندر كال shapes long، تكون عادة كل العظام تكون من الكالسيوم فوسفور. compact bone is dense، very قوي يعني كثيف، وcompress force قوي، while شبيه بعدنا العظام الcompact bone، هذا اللي بيها yellow bone marrow، النخاع العظم الأصفر، واضح، نخاع العظم الأصفر. طبعا العظام الطول إلى حد عمر 18، بعد 18 ما الطول. طيب نجي على العظام السبونجي، وين موجودة؟ يعني عظام اسفنجية. عظام الاسفنجية وين موجودة أحيانا؟ بون يسمونها كالكولوس بون، كونتين ذي ترابيكولي or trabecular. This is
The spaces are trapeculated space in the in some spongy bone contain. وهذه السبونج وين تتكون؟ تحتوي على البون ميرو، يسمونها ريد بون ميرو. شوفوا اليلو موجود بالعظام الطويلة، السبونجي وين موجود؟ بالعظام الصغيرة، تمام؟ والعظام السبونجي موجودة بالعظام الصغيرة وموجودة بنهاية العظام الطويلة، واضح؟ احيانا انتم تاكلون العظمة، هاي رأس العظم هي هاي سبونجي، تمام؟ العظم واحد ما يقدر ياكل العظم، بس يقدر رأس العظم ياكلها لان كارتليج موجودة هاي، شو يسمونها؟ سبونجي بون، واضح؟ هاي سبونجي، هاي خلاص هاي المحاضرة تشوفونها، هذه هاي العظام الطويلة بها هاي، تمام؟ هاي منطقة السبونجي بون تاكلها هذه، وهاي العظام الطويلة الكومباكت اللي هي بها نخاع فراغ. احيانا واحد من ينكسر شو يخلوا له؟ يخلوا له بن، يعني مثل مسمار داخل فارغ، لو فراغ شوي بس به النخاع العظم، واضح؟ هذا هو المحاضرة. إذا عندكم أي سؤال خبروني. أوكي، باي باي.